خيالي. نعم. تتجوزين؟ بس يا ستي بلمت بقى وما عرفتش ارد عليه خالص، ورحت جايه جري عليك على طول. انا عارفه ان الوقت متاخر وابوكي راجل غلس. بعدين بقى معلش النبي ريحيني، قولي لي رايك. متجوز؟ لابس لبله في ايده الشمال. يا سلام يا اختي، مش عارفه اذا كان متجوز ولا لا. انا كسفت اساله. قومي يا بت، قومي روحي، ولا شوفي انت رايحه فين، ولا جايه منين، ولا هتباتي هنا. بطلي غلسه بقى يا حنان والنبي، انا عايزه اسمع رايك. رايي في ايه يا حنان؟ ركزي، بقول لك طلبني للجواز. انت عايزه تتجوزي واحد ما تعرفيش عنه اي حاجه؟ لا طبعا اعرف عنه حاجات كتير قوي. زي ايه؟ زي انه منتج كبير قوي، عنده قناه فضائيه، وسيم، شيك. تعالي شويه بدل يا بنت يا حنان، يا لهوي. وبعدين بيعاملني بذوق جدا، وانت عارفه اختك كانت بتتعامل ازاي قبل كده. يا سلام على التفاهه، يا سلام. بس انا شايفه برضو انك واخده قرار. يا سلام يا اختي، لو كنت واخده قرار كنت جيت لك عشان اخد رايك بذمتك. امال ده ايه، اعجاب؟ لا بس انا محتاره، مش عارفه اعمل ايه يا حنان، ساعديني. ده مديني يومين بس وقال لي تفكري وتردي عليا. هو الموضوع ده محتاج تفكير؟ تقصدي ايه؟ قصدي انك لازم ترفضي. ليه؟ بيتهيألي ان الاجابه جواكي، بس انتي بتهربي منها. لا عشان خاطري والنبي فهميني. تتجوزي واحد ما تعرفيش عنه اي حاجه، واحد من بلد تانية، لا تعرفي لا اصله ولا فصله، متجوز ولا مطلق ولا عنده ولاد. تقدري تقولي لي فرق السن اللي بينكم قد ايه؟ هو بصراحه مش قليل، بس كمان مش كتير. هيفرق ايه ده من العريس اللي جابهولك باباكي؟ لا لا حرام عليك، انت هتقارني وليد باللي اسمه فتحي ده؟ الاتنين كبار والاتنين اغنياء. بس انت عارفه ان انا ما بفكرش في الفلوس. امال فكرتي في ايه؟ مش عارفه يا حنين، حقيقي مش عارفه.